لو هنتكلم عن الانفراد بتاع محمد صلاح، فانا شخصيا مش عارف اصلا الانفراد ده ضاع ازاي. انفراد يا جماعه انا مستغرب جدا. محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي يا جماعه، اللي في الدوري الانجليزي، اللي بيلعب مع افضل المدافعين على مستوى العالم، بيراوغهم واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، وبيجيب لك هدف ولا اروع ولا اجمل من كده، بيضيع انفراد زي كده. للاسف الشديد غلطه الشاطر ب100، وانا بقول لك ان الغلطه دي ب1000 مش ب100. انت كان ممكن خلصت لنا المباراه. ايوه بالفعل، لو الهدف ده كان دخل بالفعل كان الموضوع هيخلص، وكنا خلصنا فعلا من المباراه دي بكل سهوله. هي لقطه واحده بس، اي نعم تكون هي دي، ممكن تكون هي دي اهم، يعني عايز اقول لك اهم كوره في المباراه كلها، مباراه كوره بالمباراه كلها بال90 دقيقه كلهم، هي دي الكوره دي، وكانت هتنهينا المباراه بالفعل. ولكن انا مش عارف بصراحه اقول ايه. والانفراد ده بالنسبه لي انا بقول لك ان فعلا هو غلطه الشاطر ب100، ولكن دي ب1000 فعلا كنت هتخلصيها المباراه، ولكن الحمد لله. اما بقى عن الطرد بتاع كيروش، فانا يعني عايز اقول لك كده، الحكم ده زي ما تقول كده هو بيكره مصر اصلا. يعني الحكم ده اصلا ما بيحبش مصر، وبالتالي اصلا هو بيستقصد اي حاجه. يعني عايزك مثلا دلوقتي، انت دلوقتي لو قلت مثلا احم، لا هتاخد مخالفه على كلمه احم دي، لانك ما ينفعش انك تقولها خالص في وجود الحكم ده داخل المستطيل الاخضر. يعني ما كفهوش الانذار الاول لكيروش، قال لك لا ده كيروش بقى بيتكلم كتير وبيرغي كتير، فلازم ايه ياخد الانذار الثاني. راح مدي كيروش الانذار الثاني. طيب ماشي يا سيدي، المفروض مش ان احنا خلصنا في حاجه زي كده، لا ما سكتش برده، جه بعديها على طول يا راجل، ما فيش دقائق بسيطه خالص، ده ما فيش ثواني كمان، ولقيناه ادى انذار لمين؟ ادى انذار لوائل جمعه كمان. هو في ايه يا عم؟ هو انت مستقصدنا ولا ايه؟ يا عم انا مش عارف، هو انت بتكره مصر ليه؟ هو تاريخه كله، اي نعم احنا عارفين التاريخ كله بيقول ان هو مع المنتخب المصري، مع الانديه المصريه بيجي ضدهم، ليه؟ انا مش عارف. ده انت راجل ما بصيتش على لعيب، ده احنا في مخالفات بتاعتنا اصلا انت ما بتدهناش. يعني دي حاجه من ضمن الحاجات اللي تخليك فعلا تكون مستفز. وانا بصراحه عايزك تكتب انت رايك في تعليق، وتقول لي ايه رايك في المباراه دي، واشترك في القناه وفعل زر الجرس.